إن من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين نعمة الإيمان والإسلام، ولا شك أن نعمة العافية هي من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة علينا نحن البشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ولا شك أن من أعظم المطالب وأرفع المراتب التي ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن نحرص عليها دائما يا إخواني هو سؤال ربنا جل وعلا العافية. نعم، اسألوه دائما: يا رب رزقنا العافية، يا رب اعطنا العافية، يا رب أكرمنا بالعافية. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. والله يا جماعة، إني أذكر ذات مرة ذهبت إلى إحدى المستشفيات فوجدت أحد المرضى يصيح، صوته مرتفع يبكي، فاضطررت أنني أذهب وأرى لماذا يصيح. فسألت الطبيب، تدرون ماذا قال لي؟ قال لي: هذا عنده ألم شديد شديد جدا، لا يستطيع أن يأكل ويشرب إلا بشق الأنفس، وإذا أكل أو شرب أصابه ما أصابه، مغذي مغذي، لكن يشتهي بعض الأشياء ونحن نمنعه عن ذلك، لكن نحن في جهاد معه. فقلت: الحمد لله، حتى نعمة الأكل والشرب نعمة. واسمعوا لي قصة أخرى. والله يا إخواني، أحد رجال الأعمال الذي تقدر ثروته بالملايين، أعرفه جيدا، لا يستطيع حتى البول، أكرمكم الله، يبول، إلا أنه يذهب إلى المستشفى حتى يبول هناك. لماذا؟ طيب، ولابد له من عملية، ولكن عنده الضغط مرتفع والسكر مرتفع، فاضطر يذهب هناك حتى يعني يوضع له بعض الأجهزة حتى يبول. فعرفت أننا بنعم عظيمة وكرم من الله جل وعلا. فلذلك لماذا بعض الشباب، لماذا بعض الشابات تجده: أنا ما عندي شيء، أنا فقير. يا أخي، أنت تملك أعين تسوى ملايين، تملك أرجل تسوى ملايين. كم من شاب وشابة، أنا أذكر شاب أعرفه كان يصلي معي في المسجد، يقول: تدري ما هي أمنيتي يا شيخ؟ طبعا عن طريق الإشارة قال أمنيتي، وكان أحدهم يخبرني ماذا يريد، يقول: أمنيتي أني أسمع كلام الله وأنت تصلي، أريد أن أقول آمين عندما تقول ولا الضالين. لماذا أنا هكذا لا أسمع؟ لماذا أنا لا أتكلم؟ لماذا لا؟ وأخذ يصيح. فقلت: يا رب يا رب، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ولذلك يا إخواني يا أحبابي، سلوا الله العافية مثل ما كان يفعل الرسول، وكان أكثر ما يدعو، يقول ابن عمر كان يدعو: يا رب نسألك العفو والعافية في أسماعنا في أبصارنا. هذه أوراد وأذكار ينبغي للمسلم والمسلمة أن لا يتركها حتى يعيش بسعادة وهناء. نسأل الله لكم الرزق والعافية والستر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.